هو كامل اللي كان نتصور الحقيقة أنه أنا كونتر أنه نقوله الشعب التونسي برك على خاطر لاكسي للانترنت للعالم الكل خلى أي واحد نكرة يجم يعطي رأيه ويجم يوصل للعباد ويجم يولي عنده رأي. اليوم تجم تكون إليكسيون ولا انتخابات ولا حاجة يجموا يطلعوا عباد حساب عباد نعملوا جروبات. اليوم نحبوا نضربوا يونس نجموا نضربوه، نحبوا نطلعوه رانا نطلعوه بالحق حتى عبيد نكرة. اليوم شفناهم جيوا من بلايس وليوا عندهم بلاصة في التلفزة كما قبيل حكينا، يحكي في الطب يحكي في السياسة يحكي في المحللين تاع الكورة. عبيد بطالة ما عندها ما تعمل يلقوز اليوم يحكي في أي حاجة بالحق، ما عادش عنا عبيد يحكي في حاجة سبيسيفيك وبالحق نجمو نسمعوها من عنده ديمو تكنيك نجمو أونوز نحكيو في اللي يجي. حتى نحن مثال تاو كلتور نتاعنا نحن نحكيو على لي بوب ولا الراب ملي دخل الناس الكل سميهم رابوريت والناس الكل اللي يجي وذاك يرابي وذاك يعمل، انما فما تقسيمات. اليوم موزيكا عمرها 50 سنه في العالم وهي تتطور وتعاملت مع مختلف الانماط الموسيقيه في العالم، انما نحن في تونس عن جهل. يجي خلنا يجي ما اسال انت اهل الذكر، اسال السيد هذاك يعرف ما يعرفش جيبه. اما اليوم نحن زاد عندنا مشكله نتاع جينيراسيون صغيره. اليوم الصغار كان يراه كيما مدام منين نور الدين تتسب ولا تحكي هو يقول لك انا شو مش نخدم العريخ وشنو مش نعمل، ولا يخاف على روحي في تونس. اليوم يا عبد ولات عنده كيما كريسبي يخاف باش يعمل فيديو ولا باش يتكلم ولا باش يقول لك تصير لي مشكله ويحكيوا عليا ولا نولي تكركيره ما بين قوسين سامحونا كلمه شهيره. معناها نحن كان نحكيوا على الابداع ولا كالترشيقه ولا حاجه راهي تخرج من كل العبد اللي بالحق متسيب بلاش قيود ما فماش حاجه كليميتي فينا. نحن الليميت نتاع هذيك ما توصلش ما تعبلش في حومتك انت باش توصل ناس ما وصلتش وناس انما قعدنا نخرجوا كل مره في الفيل كوارجي ومره في الفيل مخرج ومره في الفيل ممثل توندي كو تونس ولاده برشا. معناها بلاصتنا نحن والتنوع اللي عندنا واللغات كنا نجم نكونوا خير برشا من جيراننا الحقيقه. اوماج بديبي يونس هندا واللي هو ميريتي للسيده منين نور الدين اللي لازمنا نكونوا احنا فخورين اللي عندنا فنان كيما منين نور الدين لكل الفنانين والمبدعين على خاطر حتى يونس موني وحتى وحيده موني بيان سور وكل الفنانين اللي قدموا ادوار استثنائيه هما زاده موني. معناتها موني ولات سي ان سامبول لازمها تولي سامبول وما بين هندا الناس اللي عملت الخلط. انا قريت راهو ناس وتعلق وناس حتى عندهم وي كوميم مش في العمر هذايا تقبل باش تلبس صليب مش في العمر هذايا تقبل الدور هذايا ليه ما يجيش انزلاق صار. اول حاجه ميرسي على النص نتاعك بالحق والله نسمع فيك. الإحساس اللي حكيت به هو يظهر لي إحساس الممثل والإحساس الناس اللي تمشي تتفرج المتفرج اللي يمشي زادة للمسرح اللي بعد ما توفى المسرحية زادة هو يهز روحه ويروح الدارو ويقعد بكل حاسيس ويقعد مخه ويخدم ويقعد معك الشخصية ويقعد في المسرح في السينما. ميرسي على النص نتاعك بالحق ظهر من جويجي معناتها راهو في كتب تاريخ السينما كي تقراو تاريخ السينما التونسيه من الاسامي الاولى اللي تتكتب في الكتب هذوما على تاريخ السينما السيده منين نور الدين. هذه باش حاجه نتفاهموا فيها من تو. دونك انا مانيش كل احترامي وتقديري للمرأة عظيمة ممثلة عظيمة بتاريخ فني كبير مسرح سينما اللي هي السيدة منى نور الدين. هذه حاجة مانيش به. نحب نحكي في حاجة أخرى مهمة في الـ في الـ في الـ في, الـ في السينما وإلا في المسرح. أنا نتمكن أكثر من السينما دونك هو اختصاصك خلينا نقول هو اختصاصك وتقري بيه في الجامعة. فوالا هو ثم لو فينومين ديدونتيفيكاسيون يعني ليدونتيفيكاسيون نتاع المتفرج للشخصية اللي يتفرج فيها. الفينومين هذايا يصير معناتها العلاقة هذه تصير ما بين المتفرج والشخصية ونقول شخصية. باهي وثما معناتها بليزيور نيفو اي دي دوغري ديدونتيفيكاسيون يعني كيفاش المتفرج يتبنى الشخصيه هذه. اللي وجعني اليوم والحاجه اللي باهته فيها اللي وصلنا اليوم ولا هالفينومين ديدونتيفيكاسيون ساعه فتناه وما غير ما نتفرجوا ما ثماش فرجه اما
On s'identifie. كيفاش on s'identifie? Il suffit تتعدى تصويرة une photo لا نعرفوها وقتش تاخذت لا فينا إطار لا فينا إطار زماني لا مكاني لا حتى شيء لا شنو ما نعرفوا عليها حتى معلومة الصورة ومن هنا نفوتوا لو فينومين ديدونتيفيكاسيون هذه معناتها ما عادش نتبناو الشخصية ناخذوا الشخصية هذيك ونسيبوا الكراهية اللي عندنا الكل والعقد اللي موجودة الكل ومن أكبر العقد خاطر حتى أنا كيفك وحيدة قعدت وسعت بالي وقعدت نقرأ ساعة عقدة العمر عقدة العمر هذه توا معناتها أي عبد تحب معناتها توجعوا بالكلام يلي عمرك 50 ويلي عمرك 60 ويلي عمرك 70 وليت يزي وخلي البقعة لغيرك هذا قريتها في العمر هذا أنت في العمر راني نقرأ في حاجات اي لو بير كاينو ثم سي ان اس اس ماشي ثم بالضبط تموت عمرك 40 ما يدفنوك في 80 بالضبط مرتين معناها واللي بهتني اكثر معناتها تعاليق نسي معناتها نسي ما فهمتش شنو شنية المشكله انا بالنسبه ليا انا عبد يوصل معناتها تعاليق هذايا ما نتخيلش انسان ما نتخيلش نجم نطلع غالطة أما ما نتخيلش إنسان يقرأ في كتب وما نتخيلش إنسان يمشي المسرح وما نتخيلش إنسان يمشي للسينما وما ما نتخيلش إنسان يتكلم معناتها أكثر من لغة وما ما نتخيلش خاطر عبد كان عنده هذية الكل وعنده هل الثقافة وعنده لا توليرانس وعنده الانفتاح على كل شيء ما ينجمش يكتب حاجة كيف هكا على خاطر اليوم هالأتاك اللي صارت بالنسبة لي أنا تجسد محدودية الفكر وبس ونقفوا غاديك محدودية الفكر هذه مقر ما سمحنا جست نكمل زياد محدودية الفكر راهي تجي من برشا حاجات من يظل نرجعوا نشوفوا برامج التعليم متاعنا نرجعوا نشوفوا صغارنا كيفاش نربيهم على الصورة وعلى على برشا حاجات أخرين كما كنت تحكي تربينا معناتها ليميت كي عقاب نهار لحد معناتها حتى عندك تحب تعمل حاجه اخرى لازمك تمشي سينما الصباح هذاك نهار لحد لازمك تمشي وبعد العشاء نتاع الصباح العشاء نتاع الصباح لازمك تمشي هاو كيفاش دونك اليوم يظهر لي المنظومه هذه الكل لازمنا نعاودوا نشوفوها الثقافه التعليم ونقصوا نقصوا نقصوا هالكراهيه هالكراهيه الكبيره في بعضنا اليوم معناتها وصلنا نعايروا بعضنا بعمرنا بالعمر في هذه هندة سامحني فما حاجه خطيره 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 جدا انت جبتها توا وتحكي فيها واللي هي من 2011 تفشيت برشا اللي هي سك الحياه ايش معنى سك الحياه معناها يجيك انت عمرك 40 انتهت حياتك اي فيت اي 45 هذاك ما نحكيوش فيه لكن تحس انه وكانها وكانها سامحوني في الكلمه راهو مشكله انك تعطيني سك حياه وقتاش لازمني نعيش وقتاش ما نعيشش معناها انت تصهين الحدث انت فاشي نازي معناها انت تحب تقتلني وقت اللي انت حاجتك باش تقتلني معناها انت تعطيني اسمع مريم اليوم مريم نص الليل عندك 40 سنه دونك تك عايشك انت فت خمس سنين بعد ال 40 الوغ لكن وصلنا ل 60 ايش قاعد تعمل لتوا؟ تمشي تعمل كيب وتسافر تمشي للجبل او منطق خلي بلاستك اي راو فما منطق خايب بالكار شنو معناها خلي بلاستك؟ الانسان لا يشبه الاخر في اي شيء وهذا اللي يخليك تقبل الاخر وتخلق حياه اللي هي متكونه من كل الناس بافكارهم وبتوجهاتهم وكل واحد شنو اللي يحب وشنو يميل يونس اي نحاوصلوا هذا الكل وانا راني كانت لي مكالمه مع سيده منين نور الدين وكلمتها منذ يومين والحقيقه يعني في مستوى ورقي كبير برشا 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 قالت لي كان انا ما نحبش نحضر ومانيش باش نحضر وباش عندي مسرحياتي واعمالي ولكن اكثر انسان ينجم يحكي عليا وعلى مواقفي هو
يونس الفرح ويظل هذاك علاش خصلها هذه الكلمات اللي هي الحقيقه معناتها تستحقهم. وسيده من نور الدين تربطك بك بعلاقه تاع صديقه يونس وخدمتوا مع بعضكم برشا مسلسلات عملت زملاء واكثر من اصدقاء واكثر من علاقه ام ابنها. دونك علاقتي من نور الدين علاقه لا تعرف. دونك علاش تقول نعرف نحكي عليها؟ لانه احنا اصدقاء ونعرف خدمنا اكثر من 10 سنوات مع بعضنا نتقابلوا كل يوم. معناها اللي نعيشوا مع مدام منى والمجموعه اللي مع مدام منى كوثر وغيره والمجموعه الكل اكثر من العيشه في داري. دونك من حقي اني نغير ومن حقي اني نحزن، لكن زمني نزهه مدام منى لمنى نقولها من هذا الكل، خاطر يوسفيه انك تحكي على كانك شيئتها، لا خليوها في قدرها. نحكي على وضعية أخرى، على مفاهيم جديدة، احنا نحكيو على تركيبات ذهنية جديدة، نحكيو على كائنات نسموهم الكائنات الترندية. أنا تعيش بالترند، الكائنات هذيا جات هوني هوني راهي، بعد ما يسمى بربيع من ثورات الربيع العربي أو الانتفاضات الربيع العربي، كانوا دخلت مفاهيم جديدة، مفهوم أنا نعتبره مهم جدا، اللي هو أنه أنا ما نقبلش نحاورك. ما نحكيش معاك. ثم كلمة شهيرة تتقال في تونس. يجيني من الآخر خويا. يجيني من الآخر ما نحكيوش ما نتحاوروش. ثم حاجة أخرى أنه مفهوم جديد اسمه مفهوم التطاول. التونسي عنده حاجة جديدة اسمها ما يكبر في عيني حد. علاش؟ علاش؟ لا ثم ناس لازم يكبروا في عينك. دونك تكونت لنا ألفة جديدة مع أشياء أخرى. طبعنا مع العنف، مع القتل، مع الموت، واللي قاعدين نشوفوا فيه في العالم مشكل. معناها طبعنا معه، ما عادش يعنينا حد شيء، الموت لا يعني شيئا. راهو قبل الثورة احنا وقت نسمعوا حس تاع كرتوشة في الشارع بالغلط، الناس كلها تطل من البراكن والشبابك. توا ما عاد يعني حد شيء. دونك تكونت لنا حاجة أخرى اللي نعتبرها مهمة جدا نحكي عليها، سانزو في لاغ اللي هي طاقة اليأس. يأسين احنا. كيف يقول هو سانزو، يقول كيف تحاصر قرية لازم تخلي إيشاباتوار، لازم تخلي بقعة وين يهربوا منها الناس. كيف يبدأ حصار كامل، ثم مبدأ جديد، ثم طاقة جديدة، طاقة يأس عند عند التوانسة، نحكي لك نجبدك، عند الناس هذوكم، يقولوا قادرين أنهم يعملوا كل شيء، قادرين حتى يدمروا ذواتهم. يظهر لي كيلكو باغ التونسي يعيش في طاقة، معناها يتعايش مع طاقة جديدة اسمها طاقة اليأس، لأنه ما تربيش بالقدا. علاش معناها؟ ما تربيش يكون سوي. لأنه وحيدة تعرف أنه كنا قبل في الليسيات أنا جيت من بقعة بعيدة. جيت علاش هوني أنا؟ لأنه عملت تياترو وأنا صغير. ما عادش فما تياترو. راهو اللي وما عادش فما موزيكا. راهو اللي شد نهار كمنجة في يده ما عادش ينجم يهز السكين. ويهز السيف. مات وسيونس كهو. فوالا. دونك هذا الكل مات. دونك قتلوا هكا الجانب الجديد، الجانب الروحي. دونك خرجونا، كنا نحكيو قبيله، خرجونا شبه آلات، خرجونا في وظيفه. في وظيفه، عندنا وظائف معينه لازم نقوموا بها، انت معلم، وانت استاذ، وانت كونتابلي، وانت كذا، وكهو. انت تفهم كم في هذاك، وانت تفهم كم في هذاك. دونك ما علموناش ان تقبل قلوبنا كل صورة. هنا تو نحكيو تو النهار نحكيو بالحق، ما علموناش نختلفوا ونقبلوا أن المختلف علينا لازمنا نحترموه ونجلوا اختلافه ونتحاوروا معاه. ما تعلمناش. دونك راهو مسألة تفكيك مجتمع ما تدومش. راهي مريم راهي بين 13 و15 سنة يظل تعديناها احنا صحيح حتى التوا. هي المده اللي يقرا فيها التلميذ يبدا في البريمير حتى البكالوريوس. لا لا اكزاكتو 13 سنه. فوالا من بعد كيف في الجامعه مش مشكله، لانه انتهى الامر. معناها لانه انتهى الامر. دونك يظهر لي قاعدين نتعاملوا مع كائنات جديده تخلقت الوقت هذاك، لازمنا باش نتعاملوا معها برشا. لازمنا كانه لازمنا احنا زادت الان لازم تتربى عنا طاقه اخرى باش نتقبلوا كل هذا، باش نتسامحوا معاه. خلينا في مشمع، لانه مبدا التسامح مرفوض عندهم للاسف. للاسف. دونك خلينا نخرجوا على زادة اخلاق العبيد. نخرجوا زادة ونشوفوا مع بعضنا لاجندا كولتوريل وراجعين. تعال اللويد معك.
مرحبا بكم في الأجندة دو لا سومين، وين نعطيكم فكرة على أهم الأحداث والتظاهرات الثقافية اللي تنجموا تابعوها الجمعة هذه. عشاق أفلام الرعب النفسي، ليكم موعد الأسبوع هذا مع فيلم هيرتيك اللي تلقاوه في جميع قاعات السينما. I think it is good to be religious, to find your faith in a doctrine you actually believe. Well, our work here is done. No, I will go and check on the pie. ويكيد الامريكان ميوزيكال فانتازي اتابعوها الاسبوع هذا في القاعات التونسيه. Oh, I saved you some space by the way. Do you really think this is fair? I do not. I was promised a private suite. But thanks for asking. La, 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 la. سبيكتاكل ميوزيكال إيور أنكور شارل أزنافور، تابعوه نهار غر ديسمبر بالمسرح البلدي بالعاصمة. ديسمبر اتبعوا المسرحية الكوميدية 2034 لمنصف الزهروني وفاطمة الفالحي في فضاء التياترو. لليهم الكوثر الباردي وديم الزريبي اتبعوا نهار 6 ديسمبر بمسرح الجهات بمدينة الثقافة. واللي تغني كيفك واللي تشطح واللي تقري هاي والمحامي والبوليسة هاي واللي في الجيش والقاضية طيها يا بنتي كل واحدة تضحي في هالبلاد هذية هي لله مالا أما في حضرة الطرب التونسي مع المايسترو محمد الأسود والفنانة إيه دغنوج اتابعوه من نهار السبت 7 ديسمبر بالمسرح البلدي بالعاصمة. محبوبي مثلتك وردة في جنينة فايا ولا ششخان على فردة في معصم لبنان. ولأول مرة في تونس تواكبوا عرض مالوف تونس باريس بقيادة الفنان أحمد رضا عباس نهار السبت 7 ديسمبر مع 8 متاع الليل بقصر العلوم بالمونستير. الغاية 30 ديسمبر اتابعوا العرض الفردي 3 بوان اي ديزيشيل بوغ لونفول لسارة بن فرج في أرشيفاغ المرسى. ونختموا بالإصدارات الجديدة وين نقترحوا عليكم 80 مو دو تونيزي الأمنة بالحاج يحيى تلقاوه في جميع المكتبات. هذه كانت الأجندة، نتقابلوا الجمعة الجاية. تان اللويد معك.